السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد، ما زلنا مع قناة تفسير أحلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، النهاردة جماعة الخير هنتكلم عن رؤى مميزة في رؤية البول ودلالاته. هذا هو العنوان. ما في شخص لم يرى في منامه أنه يتبول. طبعا فيه رؤى يعني بأشكال مختلفة كثيرة جدا. بداية أبدأ برؤية محمودة، وهي رؤية البول في مكان مجهول. محمودة؟ طبعا كوني أرى أنني أتبول في مكان مجهول، هذه رؤية زواج لمن لم يتزوج، وربما تدل للمتزوجين على كسب أموال وأرباح، إن كان رجل تاجر أو حتى امرأة تاجرة. رؤية من يبول على مصحف، على القرآن. يعني مش يختبتوا ليه يا إخوانا؟ أنا دائما أقول أن الرؤى ليست لها قاعدة، فمن الممكن أن أرى رؤية يعني أشمئز منها، أشعر بشمئزاز، ولكن هذه الرؤية محمودة تدل على أن من ذريتي سيكون حافظا للقرآن. إخوانا، رجل لما يتبول، ما هو يعني سبحان الله العظيم، ما هو خروج المني من نفس مكان خروج البول، وكأنه سيلد شخص يحفظ القرآن. رؤية من بال في المسجد نفس الطريقة، سيكون من ذريته ولد سيكون عالما بإذن الله تبارك وتعالى. الجميل في رؤية البول أن البول في المرحاض، في المكان المخصص للبول، هذه الرؤية تدل على الفرج، تفريج كروب بإذن الله تبارك وتعالى. رؤية البول في طبق، في وعاء، هذه الرؤية تدل على أنه ينفق ماله من حلال إن شاء الله تبارك وتعالى. رؤية شخص يبول عليك، هناك منفعة من هذا الشخص إليك. رؤية البول في بحر، هذه الرؤية تدل على أنه رجل يخرج مال زكاته. خلاص، رؤية بول رائحته كريهة، رؤية غير محمودة بالمرة، ربما تدل على أشياء غير جيدة. مثلا قد تدل هذه الرؤية على أنه سيفضح في أمر ما، أو يكشف له سر، ومع شديد الأسف. وبالتالي رؤية شرب البول يدل على أموال من طريق غير مشروع سوف يكتسبها. البول في السوق، رؤية تدل على أنك شخص سيولد لك ولد سيكون مشهورا. كلمة ولد قد يكون ذكر أو أنثى، فكل مولود ولد، فالكلام يمشي على ولد أو بنت. رؤية البول في بئر، سوف يكتسب ماله أيضا من حلال بإذن الله تبارك وتعالى. رؤية من بال بعض بوله ثم حبس، حس أنه مش قادر يكمل وحبس عنه البول، هذه الرؤية للأسف رؤية مذمومة للغاية، بمعنى أنه لو مثلا شخص غني سوف يفتقر، أو لو ما كانش غني للأسف عنده مشاكل سوف تحدث له، أو ربما كرب. رؤية من أراد أن يحبس بوله، هو اللي حبس بوله، تدل هذه الرؤية على بعض العقبات الموجودة في طريقه، ومع شديد الأسف وهو هيكون السبب في هذه العقبات، بدلالة أنه هو الذي أراد أن يحبس بوله في المنام. من بال على سلعة، يعني شخص تاجر أو امرأة تاجرة ورأت أنها تبول على سلعة، هذه السلعة لو كانت معلومة له في المنام وكان بيتاجر فيها سوف يخسرها، ومع شديد الأسف. تدرون في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.